يلا نبدأ بقى دلوقتي في عجينة الكحك السهل السريع. خطواته سهلة جدا، بمضرب كهرباء أو بمضرب عجان، لو هتشتغلي في العجان بمضرب العجان، أو لو عندك مضرب كهرباء تمام ماشي، أو لو هتشتغلي إيدي على إيديكي برضو ماشي. أول حاجة هعملها، بس عايزة أشيل المضرب الأول قبل ما ننزل بالمقادير. أنا عندي كوبايتين ونص سمنة حطيتها في التلاجة سقعت، لازم تكون ساقعة عشان أنا عايزاها تديني قوام هش جدا زي بتاع الزبدة بالظبط أهو. يبقى أنا عايرت السمنة كوبايتين ونص من مج الشاي بتاعي وحطيتها في التلاجة تسقع. دي أول خطوة تعمليها في الكحك قبل ما تبتدي في أي حاجة، لازم السمنة تكون ساقعة. طيب وبعد كده مشكلتها ايه؟ الحشو، كتبت دلوقتي على اللايف، الحشو بينشف منها. ده اللي انا كنت لسه بقوله، درجة الحرارة لازم الكحكة المحشية تستوي على درجة حرارة عالية، ما توطيش النار، الحشوة هتنشف جوه. تمام، عكس السادة كده. حطينا كوبايتين ونص سمنة ساقعة، هحط عليهم معلقتين كبار مليانين سكر بودرة. اطحنيه بقى في البيت، لان السكر البودرة دلوقتي كمان صعب جدا وجوده، فعادي اطحنيه في البيت زي ما انا طحناه في البيت كده، مفيش اي مشكلة خالص. هنركب المضرب او المضرب الكهرباء، بسم الله، ويلا بينا يا استاذ احمد. بسم الله، على سرعة هادية في الاول، على سرعة هادية لغاية بس ما السمنة والسكر كده يتجانسوا مع بعض. بعد شوية هروح معلية السرعة وافضل اضرب اضرب لغاية ما هوريكي دلوقتي القوام هيبقى مدي فوم كده هايش كده، كأنها زبدة او كأنها كريمة. يلا بينا. هو ده لي بقى كده، اوريكم دلوقتي القوام ده اللي بنتكلم فيه. القوام هش جدا جدا وناعم، كانها بالظبط عارفه ايه، كانك بتضربي كريم شانتيه. بصوا اهو، شوفوا القوام عامل ازاي، بصوا شايفين هش وناعم خالص ازاي اهو، كانك عاملاها بزبده. هدي ضربتين كمان وبعد كده نروح مكملين بقيه مقاديرنا. وبيقول لك قال ايه بقى، الكحك كده خلص، في اسهل من كده؟ ابدا. يلا بينا، بسم الله. بس كده يا ست الحبايب، لو انت بقى دلوقتي شغاله بالمضرب الكهرباء هتيجي في المرحله دي وخلاص تشيلي المضرب الكهرباء وهتشتغلي على ايديكي بقى، تبتدي تبسي العجينه او تلميها على ايديكي. ما بنعجنش احنا، بنلم العجينه بس. لو انت هتشتغلي بالمضرب زي ما انا اشتغلت كده هتشيل، قصدي لو هتشتغلي بالعجان هتشيلي المضرب وتحطي الكف. يعني انا دلوقتي الكف ده بديل لكف ايدي، تمام، ما بنحطش القطاف عشان ما بنعجنش. امبارح الناس اللي سالت على تكنيك الشغل للكحك جوه العجان، هو ده تكنيك الشغل في العجان، المضرب الاول وبعد كده الكف بس. يلا بسم الله. طبعا كل ما كان العجان بتاعك حلو وسريع، فيه سرعات حلوه وفيه قطع غيار محترمه وقويه، يديكي طبعا نتيجه احلى بكتير. زي ما دايما بقول لكم، هتشتري عجان ما تسترخصيش، العجان بيجي مره واحده في العمر بامر الله، فتجيبي حاجه محترمه تقعد عندك. بعد كده هحط السمسم، سمسم محمص جوه الكحك، وهنحط بقى بقيه مقاديرنا كلها. رشه ملح، العجان الحلو بتعكس العجان بتاعي اتفضليه والله.
وبعد كده هحط معلقه صغيره، معلقه شاي صغيره ممسوحه من البيكنج باودر عشان الرسمه تفضل ثابته. كحكينا النهارده السريع السهل ما بياخدش خميره. وبعدين برضو معلقه صغيره ممسوحه من ريحه الكحك اللي عملناها مع بعض. يبقى كده حطينا سمسم، حطينا رشه ملح، حطينا معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره ممسوحه من ريحه الكحك، وادي كمان نقطتين من روح الموز. بس كل ما قدرنا كده خلصت، ما عدا لسه فاضل ايه؟ الميه، كوبايه الميه. ما تتحطش دلوقتي، لسه لما نبس الخليط ده كله الاول. اوعي إيه تحطي الميه دلوقتي، احنا مش بنعجن. نظبط بس كده، بسم الله. يلا بينا، عايز ايد قويه. اسمحوا لي، ممكن حد يجي يا جماعه؟ طب استني، لا نشيل دي. يبقى نقول تاني، ممكن يا استاذ احمد ننزل المقادير تاني؟ يلا، مين اللي قرب كده يا ولاد؟ ننزل مقادير الكحك السريع السهل تاني. يلا بينا. لا شكرا، اتحلت. بسم الله كده. وانا دلوقتي يا استاذ احمد هينزل لكم المقادير، وانا دلوقتي هقوم بقى بعمليه البس. ما بعجنش، ما حطيتش لسه ميه. هنوصل لمرحله الرمله دلوقتي، ترميله عجينه مرمله دلوقتي قبل ما انزل بالميه. يلا بسم الله. طب سامعيني كده لو اتكلمت؟ يلا صوروها يا جماعه، المقادير قدامكم اهي على الشاشه. شكرا يا استاذ احمد، صوروها وعلى طول احفظيها عندك على الموبايل. كل مقادير الاسبوع ده يا جماعه صوريها واحتفظي بيها على الموبايل. ايوه يا بسمه، بسمه زي ما قالت كده، عرفت النوع بتاع العجان. سوسه يا بسمه، يا سوسه. ايوه صح، زي ما انت كتبتي كده وقلتي. بصوا يا جماعه، ابتدت الخليط ايه يرمل، عمال يرمل معايا. يعني ايه يرمل؟ يعمل لي زي رمله البحر كده. ده اساس نجاح عجينه الكحك. انا دلوقتي ببس، ما بعجنش اهو. شوفوا ازاي، تعالوا نشوف. بسم الله، عايزين بس كده ايه، ناخد كده اللي في الجناب ده كله، ولسه شويه. مش هي دي عمليه البس اللي انا محتاجاها، او مش دي المرحلة المطلوبة؟ لسه في شوية دقيق كده على الجناب. يلا، لا تمام اهو، نقلب كده كله في بعضه كده اهو كده. هاتي اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان الدقيق ما يرقطش تحت ويضحك علينا. ابتدت ايه؟ ابتدى يرمل معايا. يلا نديها شوية بس كمان. بس يا جماعه دي كده المرحله المظبوطه بتاعتنا. تعالوا نشوفها مع بعض. بسم الله ما شاء الله. بصوا شوفوا العجينه عامله ازاي، اهي مفروله ازاي، مش متماسكه خالص. او زي ما قلنا امبارح، دي المرحله اللي اسمها مرحله الكسكسي. يعني دي مرحله العجينه تبقى مفروله كده كانك بتعملي كسكسي. لو بصيتوا في العجان دلوقتي هتلاقي فعلا فعلا شكلها كاني عامله كسكسي، عشان بس تفتكروا المنظر. بصوا اهو ده المنظر بتاع، شوفوا العجينه مفروله خالص ازاي. حلو قوي الكلام ده. تاني يا استاذ احمد، اهي بصوا اهي، حلو قوي. دي كده اول مرحله معايا، مرحله البس اللي بوصل بيها لعجينه الكسكسي. نفس الكف زي ما هو ده معانا للاخر، وهنزل الاول بنص كوبايه الميه وافضل الم الدنيا بالكف، ما بنعجنش. وبعد شويه اروح حاطه نص الكوبايه التاني. يلا بينا. بسم الله، لف الاول العجينه امسها، وبعدين انزل بنص كوبايه ميه. بسم الله.
هوقف كده واشوف العجينه، حاسه ان كوبايه الميه دي معيارها مش مظبوط، فالعجينه محتاجه حوالي ربع كمان. هجرب. بجرب ازاي؟ اخد قراري ازود ميه ولا لا ازاي؟ باخد كوره كده على ايدي وبعد كده اروح عاملاها كده. بصوا ايه اللي حصل، ايه اللي حاصل، شققت. بصوا ناشفه اهي، بصوا العجينه ناشفه مش ملبن، حتى بتقطم معايا اهي اهي كده. محتاجه حوالي ربع بس كمان كوبايه ميه. معلش بقى، الله يسامحه اللي عاير الكوبايه، انا غلطانه، حقكوا عليا. ناخد ربع كمان، او برضو عشان ما نظلمش حد، زي ما قلنا قبل كده انواع دي كلها مش زي بعضها، فانا ايه ربع بس وهختبر العجينه تاني. يلا بينا. بسم الله. قولي يا اسراء بتقولي ايه. يلا يا اسراء عن الكحك هنجاوب عليها في لايف النهارده بامر الله. نشوف كده عجينتنا، انا كل اللي زودته دلوقتي ربع كوبايه ميه، واختبر تاني، ما عنديش اي مشكله خالص، زودي زي ما انت عايزه، لازم العجينه تطلع معاكي طريه جدا. برده بعمل كوره كده، ادينا اهو بنختبر مع بعض اهو. دي من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلك، اختلاف نوعيه الدقيق. بعمل كده. طب دي ايه اللي حصل بقى؟ دي بصوا شفتوا ربع كوبايه ميه خلت لي العجينه ايه، بصوا ولا بتقطم ولا حاجه، شوفوا جمالها، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. بصوا تاني، جربها تاني عشان عجبتني بصراحه، شايفين طريه خالص ازاي اهي. اجربها تاني، اجيب كده صباعي واروح حاطه في نص العجينه كاني بعمل غريبه. بصوا بقى الجمال، ولا في حته منها شققت، طريه بس شكرا. يبقى كل الدقيق ده كان محتاج بس ربع كوبايه ميه زياده، مش اكتر من كده. نشيل بقى كل ده. حاضر. كل حبايبي اللي بيسالوا على العجان ان شاء الله جاوبكم في اللايف بامر الله، اللايف باذن الله خلوه ايه، باذن الله يا رب بعد صلاه العشاء كده ان شاء الله، ولا ايه رايكم؟ اكتبوا لي. طيب عايزين اللايف يبقى امتى؟ اكتبوا لي انتوا ايه الوقت اللي انتوا بتبقوا فاضيين فيه ونقعد كده نتكلم فيه مع بعض، انا معاكم. يلا لا نكمل على طول. طبعا يا جماعه العجينه اهي، بصوا شكل السمسم باين فيها ازاي. طبعا عجينه الكحك اللي على البارد فاتحه، لونها فاتح، عجينة امبارح كانت غامقة عشان السمنة مقدوحة، الكحكاية نفسها بتاعت امبارح بتبقى الكحكاية نفسها غامقة، كحكاية النهاردة اللي على البارد بتبقى الكحكاية نفسها فاتحة زي اللي بتجيبوها من الإفران وبتجيبوها من محلات الحلواني بالظبط، تبقى الكحكاية بيضة مبيضة كده، لازم نغطيها، دي تتغطى، الملبن لأ. يلا. طبعا ام يوسف كاتبه دلوقتي على اللايف بتسال، الحشوه دي تنفع للكحك امبارح؟ طبعا الحشوه دي تنفع لاي كحك. اصل امبارح هقول لكم على حاجه، انا دايما بقسمها عشان وقت الحلقه يسعف. امبارح خصصت وقت الحلقه ان احنا كوننا ريحه الكحك على ايدينا وعملنا الكحك اللي على السخن لان اجراءاته اكتر، فمعرفتش اعمل مفيش وقت ان انا اعمل العجميه. النهارده عشان الكحك بتاعنا سهل وسريع وهيتعمل على البارد، في وقت ان احنا نعمل العجميه، فعملنا العجميه. فهمتي بقى ازاي؟ فهمتوا بنقسمها ازاي مع بعض؟ يلا. عايزين اللايف الساعه 9 بعد صلاه التراويح بامر الله يا رب. برده نفس الحكايه زي امبارح بالظبط، العجينه الضحيه، حته العجينه الضحيه. مهما كان الصاجن نضيف، لو حد لسه بيتفرج علينا، يعني ايه العجينه الضحيه؟ بنضحي بحته عجينه نمسح بيها صاجن الالومنيوم كده، مهما كان الصاج مغسول ونضيف وزي الفل، بتطلع لك المستخبي كله بقى علشان كل ده ما يطلعش معايا في العجينه في الكحك. يلا يلا. دي اللي بننضف بيها الصاج. بصوا الصاج مغسول وزي الفل ومتنشف، وتمسكيه كده ما فيهوش اي حاجه، بس بصوا العجينه، ده الالومنيوم يا جماعه اهو،
كانت امهاتنا زمان بيعملوا كده، العجينه طلع شكلها صعب قوي. تخيلوا دي طالعه من سجن نظيف، ينفع؟ بس دي كده العجينه الضحيه، عشان كده بنعمل بيها كده. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم بسمي بسم الله وارميها. انا طبعا ما بحبش ارمي عجين ولا اكل خالص يعني، بس مضطرين بقى. هنعمل ايه؟ تعالوا الاول نشكل كام واحده ساده وبعدين حشو. قولي لي يا اسراء بيطلبوا ايه تاني في اللايف؟ نوع السمنه. بصوا يا جماعه النهارده بامر الله في اللايف بتاعنا هنتكلم على نوع السمنه، هنتكلم على انواع الدقيق اللي عايزين يعرفوا، ماركه العجان من عينيا الاثنين، التسويه بتاعه الكحك، نظام ايه الكحكه اللي بتنشف، طب ايه الكحكه اللي رسمتها بتروح من كل ده ان شاء الله هيبقى على اللايف معانا. دلوقتي بقى انا هشتغل في كحك شويه ساده، هعمل الاول الساده. هاخد كده كوره، حجم الكحكايه بقى ده في ايديكي، عايزه بقى تكبري تصغري براحتك خالص بامر الله، تطلع معاكي ملبن. بصوا بقى هنا كوره بكوره احطها في الصاج، اشكلها على طول، ابصمها على طول بالبصامه، يعني دي كده اهي احطها هنا، البصامه تبقى في الدقيق وانفضها كده وراح عامله كده، ما تستنيش لما تكملي وبعدين تبصمي. الكحكه دي بتنشف بمنتهى السهوله، شايفين الكحكايه؟ الكحكايه كحكايه. شكرا يا احلى نوره. بصوا انا بعمل ايه، كحكايه بكحكايه لازم تتبصم. تيجوا نختبر بقى استاذ احمد مخرجنا اللي عامل لنا فيها شيف. طب ليه بقى يا استاذ احمد؟ احنا قلنا ليه بقى؟ ليه لازم اول ما احط الكوره كده بصمها في ساعتها؟ يا بنتي بتغششيه ليه؟ الغش حرام، احنا في رمضان. ليك فانزات بيساعدوك. تمام تمام تمام. عشان انا بقول لكم يا جماعه شويه وهنعرف ان مخرجنا عمل برنامج طبخ. بصوا اهو العجينه لما تنشف، الكحكه لما تنشف متبصمه احسن طبعا بكتير من لما تنشف كده اهي. شوفوا جمالها. هو احنا بعد الفاصل يا استاذ احمد هيبقى عندنا وقت قد ايه؟ والله نكمل على طول. طيب ماشي ماشي ماشي. اه طبعا طبعا هنعمل الصف ده كمان. انا بس عايزه اوري حبايبي الشكل، شكل الصاج زي ما بوريه لكم على اليوتيوب كده، شكل الصاج يفرح اهي كده ماشي. الكحك بقى من الحاجات اللي بتبقى عايزه ايه، ايد على ايد. يعني احنا مثلا لما بنيجي نعمل الكحك في البيت حد يقعد يكور ويحط لنا الكرات، وحد شغال بالبصامه يحط البصامه في الدقيق ويبصم على طول الكحك، وحد قاعد قدام الفرن بيسخن الفرن كويس ويظبط درجه حرارته للخبز. كل ده بقى ايه، فرحه العيد بقى. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وسعاده يا رب. كده كفايه ساده، تعالوا بقى نعمل بالملبن، لان طبعا ليه برده خطوات معينه. انا هنا في الكحكايه الساده دي بدوس عليها بالبصامه براحتي، ما عنديش اي مشكله. المحشيه لا، المحشيه ملبن مش هدوس كده، ده انا يا دوبك هدوس حاجه بسيطه جدا. تعالوا نشوف بنعمل ايه. يا ام بتاعته في النار، فدي المقادير المظبوطه، الميه تزيد وتقل على حسب نوع الدقيق. استنوا يا جماعه عشان هي برده فاهمه غلط، معلش نفهم كلنا مع بعض. بصي يا حبيبتي نقول تاني، من زمن الزمن من زمن الزمن كيلو الدقيق بياخد 550 سمنه، اللي هو نص كيلو عليه معلقتين كبار بالظبط، ما تزوديش سمنه. احنا هنا بنزود، زودنا الميه على حسب نوع الدقيق. في دقيق عايز سوائل اكتر، في دقيق عايز سوائل اقل، في دقيق مخصص للكحك والبسكوت ميته مظبوطه جدا، في دقيق لجميع الاستعمالات ممكن ميته تزيد شويه. نوع الدقيق مش زي بعضه خالص، هو اللي بيفرق، فما تزوديش سمنه من فضلك. حتى لو قلتي لي انا بعمل كده والدنيا امان، انا بديكي يعني نصيحه لوجه الله، ما تزوديش سمنه في الكحك. يلا بصوا بقى. ماشي حاضر. بصوا كده ادي الكحكه فرغناها اهي، بعد ما كورتها بفرغها كده، وبعدين بجيب ادي حشوه الملبن اهي، بحطها جواها كده بعين الجمل بالشكل ده، واضغط عليها ضغطه بسيطه واروح قافله على الملبن كده بس كده، وارجع اروح مكوراها تاني. انا بقى في التكويره دي بخلي الملبن يتوزع جوه الكحكايه. تيجي تقطمي الكحكايه بقى من انهي اتجاه تلاقي على طول ملبن عين الجمل يطلع معاكي في البق زي العسل اهو كده. يا جماعه ده بسم الله ما شاء الله، في ناس فتحت مشاريع من ورا شغل العيد بتاعي من زمن الزمن، من سنين السنين. احنا لاول سنه ولا 10 سنه، ده 21 سنه، انت متخيله؟ فخدي مني المعلومه وايه وحاولوا تفهموها. السمنه كتير غلط. بصوا البصامه
دي المحشية مش هدوس للآخر، يا دوبك كده تدي الشكل بس أهي، بس كده. شفتوا؟ لا شققت ولا جرالها أي حاجة خالص. مش هينفع في صاج واحد نسوي سادة ومحشي، ما ينفعش. زي ما اتفقنا السادة، السادة درجة حرارته أقل. برافو يا أستاذ أحمد، درجة حرارته أقل. المحشي بنعلي درجة الحرارة، فأي أي حشوة أيا كانت للكحك دي صاج لوحدها، والسادة يبقى صاج لوحده. كده خلصنا الكحك اللي على البارد زي بتاع المحلات، وأحلى وأطعم مليون مرة بفضل الله.